بالنسبة للحكم في شقين، الشق المحكمة لغات أيدت جزئيا القرار الابتدائي الجنائي ولغاته جزئيا في بعض المسائل. اللي مهم فيه هو أنه أضافت متابعة المتهم بالنسبة لضحايا أخريات بالتجار بالبشر، بالتالي ما بقاوش فقط ثلاثة الضحايا اللي متابعة من أجلهم بالتجار بالبشر، وبالتالي المفروض أن المحكمة اللي تابعته في قبو 20 بجرائم التجار بالبشر في حق كانت من 8 ديال الضحايا، ولا كان المفروض أن العقوبة تتناسب مع هذه الأفعال، مع التعدد ديال الضحايا ومع ممارسة الفعل الجرمي لعدة مرات، يعني كلها ظروف تشديد متوفرة إضافة إلى السيدة اللي كانت حامل، إضافة إلى المجموعة ديال الاعتبارات اللي كانت داخلة واللي حاولنا وضحناها للمحكمة باش نبينوا لها شدة وقوة وقساوة الضرر اللي تعرضوا له الضحايا. وبالتالي بالنسبة للدعوة العمومية نعتبر أن 15 سنة هي لا تتناسب مع الأفعال الجرمية اللي ترتكبت في حق الضحايا، خاصة جريمة التجار بالبشر. بالنسبة للتعويضات المدنية أعتقد بأنه كدفاع وضحنا للمحكمة الشدة ديال الضرر وقوة الضرر وتبعات الضرر اللي غادي تبقى تابعة وغادي يعيشوا الضحايا في مجتمع بحال المجتمع ديالنا، غيبقى تابعهم هاد الاتهامات والضرر اللي سبب لهم في وضعية نفسية واجتماعية واقتصادية ما كيشتغلوا ما والو. وبالتالي واش التعويضات رغم أنها رفعتها المحكمة الآن الغرفة الجنائية الاستئنافية، ولكن كنعتقدوا لا تتناسب مع قوة الضرر، مع الضرر اللي تعرضوا له الضحية، وهذه تعويضات لن تجبر ضرر الضحايا. وحنا كدفاع الطرف المدني سنمارس السلطات التي كيعطيها لنا القانون في الطعن بالنقد في هذا القرار.